بن لادن وما يفعل علشان ايه ما نضيعش قضيتنا لقضية تانية. دلوقتي سؤال، انت بعد ما شفت اللي حصل ده، هل تشعر ان هناك حاجة للتغيير ام لا؟ اه طبعا مفروض طبعا تغيير. واذا كان هناك تغيير، ما هي صورة التغيير التي تتمناه؟ وما دورك في حركة التغيير لو طلب منك؟ ثلاث أسئلة هم. نمرة واحد، هو مطلوب تغيير؟ أيوه مطلوب تغيير طبعا. إيه هو نوع التغيير؟ مش تغيير أشخاص، تغيير فكر. أنا عندي تغيير الفكر وتغيير التعليم وتغيير الخطاب الديني نفسه، ده مهم. النهاردة أنا طلعت، أنا أقول لك على حاجة، أنا والدي توفى، متوفي. والدي قبل ما يتوفى ندهلي، أنا الكبير بتاع إخواتي، وعنده شركته ومصنعه وربنا كان مديله كتير. فتح أجندة وراها لي، قال لي الأسامي الموجودة هنا دي مسؤولة في رقبتك، لهم قد كده كل شهر، لهم وليهم وليهم. هذه الأسماء بتاعت ناس محتاجة، كان فيها مسيحيين وكان فيها مسلمين، يعني حتى المسلمين اللي هم كانوا ظروفهم يعني مش مساعداهم، كانوا برضه بياخدوا برضه مساعدات، يعني هتربنا على كده، ما كناش بنفرق بين مسيحي ومسلم. طب استنى هنا لحظة يا استاذ نبيل. دكتور يحيى هو بيتكلم عن والده كان بيساعد المسيحيين والمسلمين والمسلمين كمان. أنا عن نفسي وعن تجربة ما شفتش واحد مسلم إدى مساعدة لواحد مسيحي. لا في ما تعممش. لا شوف طيب معلش، طب اديني خليني حضرتك اتكلم. احنا عارف زلزال هيتي اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي، جميع دول العالم شاركت ما عدا دول البترول، والسي ان ان قالت الكلام ده، والدولة الوحيدة اللي بعتت مساعدات عينية دبي، فيما عدا ذلك لم ما فيش دولة واحدة من دول الخليج اتبرعت بدولار. لما حصل التسونامي في شرق اسيا جريوا على ماما امريكا علشان تديهم فلوس، وجميع دول الخليج لا، وجميع الاذاعات الكلام لم تتبرع غير ب 3 مليون، وهناك الموجودين في دول شرق اسيا معظمهم مسلمين. ليه ما بيحبوش؟ ليه بس يعني بيتكلموا كده؟ يعني مش عارف. طيب انت بنفسك قلت اهو بتوع شرق اسيا مسلمين ومع ذلك ما ادوهمش حاجه، مش لانهم مش عايزين يدوا المسيحيين، لانهم مش عايزين يدوا اصلا، لانهم ما عندهمش مقدره على العطاء، لانهم شححه نفسهم شحيحه والعياذ بالله. فالمساله بقى مسلم ولا مسيحي يا دكتور يحيى، احنا كعقيده مسيحيه المسيح علمنا ندي وما نسالش اذا كان هو يعني مؤمن بيه، مؤمن بالمسيحيه او لا، إذا كان محتاج أو غير محتاج، ما دام طلب منك اديله. وهذا هو الدين الصحيح يا سيدي، هذا هو الدين، وهذه هي روح الدين الصحيح. إنما يعني التخلف، إحنا نعيش في جهالة وفي تخلف. طب كيف نقضي على هذه الجهالة وهذا التخلف؟ الأخ بلبل قال بالتعليم وبالديمقراطية. مهر وبنى الهند بالتعليم والديمقراطية. من غير تعليم حقيقي وصحيح وسليم ومن غير ديمقراطية سليمة، كل الجهالة اللي احنا فيها هتستمر. لن يكون هناك تعليم سليم وديمقراطية سليمة في ظل نظام حسني مبارك، وأنا أقولها صراحة. خلاص وأنا معك في هذا. في ظل نظام ديكتاتوري عموما يعني. لا أنا بخصصها في ظل نظام حسني مبارك. أنا بقول لك أنا يا دكتور يا نبيل، أنا بقول لك في ظل نظام أي نظام استبدادي ما يمكنش يبقى فيه تعليم صح ولا ديمقراطية. طب أي نظام استبدادي. طب يا دكتور عمرك شفت أي دولة في العالم وزير الحربية بتاعها 80 سنة، وزير الداخلية 70 75 سنة، هو خلاص اتعدمت اللواءات من الدنيا؟ طيب ما عشان خاطر رئيس الجمهورية ربنا يديله الصحة كذا و80 سنة. ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة. طب أنا ما جاوبتش على سؤال.
السؤال الثالث بتاعك يا بلبل. اتفضل يا حبيبي اتفضل. بس يا احنا كان سؤالنا يعني اعتراضي علشان خاطر انت حضرتك قلت حاجه فحبينا نحط الـ يعني حاجه قدام. اتفضل. طب هو السؤال الثالث بتاعك، ما هو دورك في التغيير اذا طلب منك؟ انا دوري هيكون انسان مواطن مصري بحب بلدي، بحب تراب بلدي، واعمل لخير بلدي. يعني انا اتعلمنا في الكنيسه ان انا مصري وديانتي مسيحيه، واخد بالك؟ القوميه عندي هي بلدي، ما هوش ديني. عالمي هو علم مصر. انا وليس الكتاب المقدس. انت سامع يا استاذ نبيل الدكتور يحيى الجمل بيقول لك احييك على هذا الكلام. على هذا الكلام الجميل. الف شكر يا دكتور، ده حاجه تشرفني. انا اتشرف برايك طبعا وكلامك يعني. واذا وصلنا لدرجه، انا ساعه التحقيق معايا دكتور يحيى سنه 89 في ساعه تحقيقه معايا، قلت لهم شيلوا الدين من البطاقه وريحونا. طب استنى يا استاذ نبيل، استاذ نبيل او في بتاع القوم اللي عاملينه ده شيلوه. استاذ نبيل استنى، ما رايك في هذا الكلام يا دكتور؟ انا موافق على هذا الكلام 100%. الدين لله، هي المشكله انه بعض القوانين الاحوال الشخصيه سواء بالنسبه للمسيحيين او للمسلمين لها صله بقضيه الدين. فمثلا بتيجي في طلاق في جواز وبتاع بيبقى الرقم القومي عشان خاطر، انما انا رايي انه ما يبقاش رقم قومي حاجه اسمها دي. بص يا دكتور، انت رايك كلامك صح. طيب ما دورنا احنا او ما دور حضرتك كسياسي بقى؟ يا سيدي انا كل يوم بكتب، كل يوم بتكلم، وبتكلم في التلفزيونات العربيه وغير العربيه، وبكتب في مصر اليوم، وبكتب في غير مصر اليوم، وبقول هذا الكلام ليل نهار. ليس في مستطاعي وانا في هذا السن امسك بندوي، انا في مستطاعي امسك القلم واكتب بالقلم. وبقول واتحدى حد يقول لي ان انا قلت كلمه واحده تسيء لمصر ولا تنافق سلطان. لا ما هو دي معروفه عن حضرتك. الحمد لله دي معروفه عن حضرتك، والحقيقه انا اعرف حضرتك. انا في راي يا بلبل عايز اقوله تعليقا على كلام الدكتور يحيى. اتفضل. بتاع الاحوال الشخصيه. الاحوال الشخصيه هنا في امريكا في برضه احوال شخصيه. وناس بتروح المحاكم ما بتقولش ايدينها. لما يكون في احوال شخصيه وهناك دين في الاحوال الشخصيه معين، يبقى انا لسه ما وصلتش للعلمانيه. صحيح. عشان اوصل للعلمانيه اسيب الفرد زي ما هو عايز بقى. عايز يطلع يتجوز يتجوز، مش عايز يطلع ما يتجوزش ما يتجوزش. لكن قصدي ما يكونش يكون الاحوال الشخصيه ده العائق بتاعي ان انا اعيش في حريه. انا متفق معاك، انا متفق، انا ادعو الى هذا. انا ادعو لهذا. لانه طبعا انا ماخد الاحوال الشخصيه النهارده سبب ان انا ما 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 يعني ليه ده حاصل؟ او هم بدافعوا عن الحكايه دي ليه؟ انما انا ضد هذا الكلام. انا لا أطلع. انا لا ارى انه خانه الدين في، ارى انه خانه الدين في البطاقه تتشال. ده حتى النهارده اصبحت مش احوال شخصيه بس يا دكتور، الدين في البطاقه. الدين في البطاقه النهارده اصبح للوظيفه. طب دي كارثه، دي مصيبه. بيشوفوا اسمك وش. دي مصيبه سودة. دينك ايه؟ اما طب اوكي. دي مصيبه سودة. لكن ولو في النهارده ابلكيشن موجود او طلب وظائف موجود، ساعات في منهم كان بيطلب الاسم اربعه. يعني اتاكدوا نبيل اديب بساده موسى، يشوف كان فيه اسم منهم في وسطهم مسيحي ولا مش مسيحي. احنا عايزين نصل بمصر زي ما كانت زمان، دوله كبيره قويه زي ما بنينا الاهرامات وعملنا التحنيط وعملنا الاختراعات دي كلها. دي عايزين نوصل نرجع لها تاني. هو ايه اللي قدم اوروبا؟ وسيادتك عارف وانت راجل استاذنا كلنا يعني، الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان والتعليم. ونركن الدين على جنب، يبقى الدين في الكنيسه، في الجامع، في معبد يهودي، في معبد بوذي. كل واحد حر بقى، وبعد كده لما يموت ربنا يحاسبه. السياسه يؤذي السياسه ويؤذي الدين.
لكن طبعا هي مصر لن تتقدم او اي دوله في المنطقه لن تتقدم غير لما يشيلوا الدين منها بصراحه. يشيلوا الدين من القوانين. لكن الناس بتصلي. هنا في امريكا في كنائس فيها 20 بتروح يوم الاحد الصبح السبت بتلاقي كنيسه بتاخد 20,000 واحد. في كنيسه جنبي هنا في لوس انجلوس بتاخد 23,000. بتروح سبتك الصبحيه يوم الاحد بتلاقيها مليان على اخرها وهي دوله علمانيه. ما فيش حد بيقول لها حد بيقول لهم روحوا ما تجوش او يخاف يروح الكنيسه عشان ما ياخدش وظيفه. هي دي المشكله يا دكتور يحيى. انا متفق معاك والله. يعني النهارده باسم الدين في البطاقه البنات بتتخطف. سيدي انا باسم الدين في البطاقه بنات المسيحيين بتتخطف.